وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فإن من حكمة الله جل وعلا أن جعل الإنسان في هذه الحياة في كبد وفي صراع مع الشيطان ومع نفسه، ليميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب. وإن من تلبيس إبليس الذي تسلط به على كثير من المكلفين ما يتعلق بشأن الصلاة، ذلك أن الصلاة عمود الدين، وأنها صلة عظيمة وثيقة بين العبد وربه. فلما علم الشيطان بعظم شأن الصلاة وعظم أثرها وتأثيرها، تسلط على العبد في صلاته في مواضع كثيرة. ويمكن أن يقال في هذا المقام إن تلبيس الشيطان على العبد في صلاته ويتعلق بشأن الصلاة يكون قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة وبعد الصلاة. فأما قبل الصلاة فللشيطان موضعان: الموضع الأول تأخير العبد عن القيام إلى الصلاة، ومحاولة إشغاله وإثقاله عن التبكير إليها، فيبقى الشيطان مهبطا مثبطا مثقلا للعبد حتى يشرع الإمام في صلاته، بل قد يقضي الإمام ركعة أو ركعتين أو يقضي الصلاة كلها والشيطان لا يزال يثقل بالعبد في قيامه عن الصلاة. ولهذا ذم الله المنافقين فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذن الموضع الأول من تلبيس إبليس على العبد ما يتعلق بإثقاله عن قيامه مبكرا إلى الصلاة. الموضع الثاني ما يكون قبل الصلاة تشكيك العبد وإشغاله بالوسوسة والتلبيس في شأن الطهارة، فترى العبد يتوضأ ثم يعيد وضوءه، تارة يقطع وضوءه باحتجاجه بعدم النية، تارة يقطع وضوءه لعدم اعتقاده غسل العضو كاملا، وهو في صراع مع الشيطان، والشيطان يزين له أعماله حتى ينتهي المؤذن وحتى يقيم تقام الصلاة وحتى يشرع في الصلاة، وهذا لا يزال في جهاد مع نفسه والشيطان يزين له ويسول له. هذا ما يكون قبل الصلاة. إذن موضعان قبل الصلاة. في أثناء الصلاة هناك مواضع كثيرة، منها الموضع الأول في أثناء دخول عبد إلى الصلاة التشكيك: هل كان وضوئي كاملا أم ناقصا؟ هل غسلت يدي كلها أم بعضها؟ هل مسحت بعض رأسي أو مسحت رأسي كله؟ هل غسلت قدمي إلى الكعبين الكاملتين أو نقصتهما؟ هل مسحت أذني أو لا؟ ويبدأ الشيطان في إشغاله حتى يقرأ الإمام أو يركع، وهذا المسكين في جهد جهيد وفي شغل شاغل مع نفسه والشيطان. الموضع الثاني المتعلق بالتلبيس في أثناء الصلاة النية. يبدأ الشيطان يدخل المصلي: أنت ما نويته، أنت لم تعقد نية في قلبك، أنت كذا أنت كذا. يضطر بعض من ابتلي بهذا الأمر إلى قطع الصلاة، وهذا من تلبيس إبليس، لأنه سيستمر في قطعه لكل صلاة إذا سلم زمام نفسه للشيطان. الموضع الثالث فيما يتعلق بتزيين الشيطان وتلبيسه للعبد في صلاته ما يتعلق بالاستفتاح، دعاء الاستفتاح والقراءة. يستفتح ثم يقرأ ثم يقول لا ما أكملت الاستفتاح، ثم يبدأ من جديد، ثم يعيد، ثم يقطع، ثم يستأنف، ثم يبني على ما سبق، وهكذا يبدأ الفاتحة فيقرأ الآية الأولى والثانية، ثم يبدأ من جديد فيستعيذ ويبسم ويقرأ، فيركع الإمام وهذا المسكين ما زال في أول استفتاحه أو في أول فاتحته. التلبيس الرابع في أثناء الصلاة التشكيك المستمر وإدخال الشكوك في عدد الركعات: كم صليت؟ الإمام نقص ركعة، إذن سأتي بركعة. فإن كان يصلي منفردا زاد عذابه ونصبه: كم صليت؟ ركعتين أو ركعة؟ ثلاثا أم أربعا؟ أربعا أم اثنتين؟ ويبدأ الشيطان معه في إشغاله وتزيين هذا الأمر عليه حتى يفقده لذة الصلاة ولذة الخشوع في الصلاة، ويفقده أحيانا أجر تدبر آيات، بل أحيانا يصلي هذا المبتلى دائما يعيد الصلاة في بيته، لما عظم الشيطان أمر الوسوسة في نفسه. أيضا من مواضع تلبيس إبليس في الصلاة كثرة الحركات. كثرة الحركة، مرة يحك رأسه، مرة يحك أنفه، مرة يحك بطنه، مرة يحك رقبته، ويبدأ المسكين في مطاوعة الشيطان في تلبيسه حتى من رآه يقول: هل هذا يصلي أم يعبث؟ ولا شك أن هذا من العبث في الصلاة، حتى أن بعض أهل العلم
يقول إذا غلبت حركات المصلي على صلاته حتى لا يميز الناظر له هل يصلي أو لا يصلي تبطل صلاته. أيضا من تلبيس إبليس في أثناء الصلاة إشغال نظر المصلي، ينظر يمنة يسرة أعلى هلم جرة، ويبدأ هذا المسكين في تقليب نظره يمنة ويسرة وأعلى في جميع صلاته، ولا شك أن هذا من تلبيس الشيطان. وقد جاء في السنة حديث حسنه بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى صلى لم يجاوز بصره موضع سجوده، وجاء في السنة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في التشهد فإما أن يلقي ببصره إلى سبابته أو يستمر في استصحاب الحال إلى موضع سجوده. أيضا من تلبيس الشيطان العبد في الصلاة نقر الصلاة، العجلة في أداء الصلاة، لا يعطي الصلاة حظها من ركوع أو سجود أو تسبيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس، لاحظ أسوأ الناس الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، ينقر الصلاة نقرا، وهذه تشبه صلاة المنافقين كما قال عليه الصلاة والسلام يرقب الشمس فإذا تغرب ثم ينقرها نقرا، كأن الصلاة حمل ثقيل، كأنها حملا ثقيلا جبلا على رأسه متى يتخلص منها. ولهذا يفقد الخشوع، يفقد التلذذ بالثناء على الله بالدعاء وبالمناجاة في سجوده. وهذا الأمر أعني نقر الصلاة بلي به كثير من المصلين، يستحي الإنسان أمام أحد المسؤولين أن يصدر ما يخل بمرؤته أو من تصرف فيه عجلة، والله جل وعلا أحق أن يستحي منه، والصلاة أعظم من هذا كلها تنقرها نقرا. إذن هذه فيما يتعلق من تلبيس الشيطان في أثناء الصلاة. بعد الصلاة في موضعين، يعني قبل الصلاة في موضعين يلبس عليه، وفي أثناء الصلاة بمواضع سبعة، وبعد الصلاة في موضعين. الموضع الأول بعد الصلاة إشغال المصلي إذا فرغ من صلاته عن أذكار الصلاة. الأذكار أمرها يسير ومعانيها عظيمة وأجرها جزيل، ولهذا جاء التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله خلتان يعمل العامل بهما أجرهما كثير والعامل بهما قليل. يأتي الشيطان أحدهم فيقول اذكر كذا فيقوم، ما الخلتان؟ ذكر منها يسبح دبر كل صلاة عشر ويحمده عشرة ويكبر عشرة، ومعروف أن أذكار بعد الصلاة فيها ألفاظ متنوعة. إذن بعض المصلين منذ أن يصلي يقوم فزعا مسرعا بغير شغل، حتى لو كنت مشغولا اذكر أذكار الصلاة وأنت تمشي. أيضا من موضع أو مواضع تلبيس الشيطان في بعد الصلاة إهمال السنن البعدية، النوافل البعدية، هذه فرط فيها الكثير. فبعضهم يقوم، بعضهم يصليها في البيت حرصا على عظم الأجر، وبعضهم لا يصليها البتة. وأنت تعلم رعاك الله أن فعل النوافل يرقع ما نقص من الفرائض، وفعل النوافل من أسباب محبة الله كما قال عليه السلام في الخبر القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه تقربه لي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. شاهد المقال أن هذه المواضع الوسوسة في الصلاة وفي قبل الصلاة وبعد الصلاة بلي بها كثير من الناس، وأنا أوصي المصلي إذا بلي بالشيطان في صلاته أن يتمثل السنة النبوية التي جاءت عن عثمان بن أبي العاص لما قال يا رسول الله إن الشيطان لبس علي قراءتي وصلاتي، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ثم انفث عن يسارك ثلاثا. وأن تصلي جاءك الشيطان قل بصوت خافت أعوذ بالله من خنزب ثم انفث عن يسارك ثلاث مرات. قال عثمان رضي الله تعالى عنه بن أبي العاص ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أهمني. ثم أوصي من بلي بالوسوسة أن يكثر من الدعاء ومن سؤال أهل العلم ومن الاستشارة، فإذا كانت الوسوسة قد بلغت مبلغا عظيما فلا مانع من أن يراجع طبيبا نفسيا موثوقا يدله على الخير. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.